تحفة تحفة. هاشتاج أغرب عشاء عائلي. هاشتاج أغرب عشاء عائلي مش بطال، ولو إني كنت نفسي أكتب فضيحة أغرب عشاء عائلي. دايما كلمة فضيحة بتجيب فولورز تحفة. أنا كده هتويت بقى للسبعة مليون فولورز اللي عندي. بيري وماري بنات نورة بس مش من ماجد. بيري وماري هما مش بناتي، لكن هتفضلوا طول عمركوا بناتي زي فرح بالظبط. مامي قالت انك نقلت التصوير هنا عشان فرح. هو مش بالظبط يعني، هو المنتج قرر فجأة out of nowhere كده ان هو قال انا خلاص هننقل التصوير كله هنا، فانا طبعا وافقت. واي نوت يعني. والمنتج قرر كده عشان انت اشترطت عليه كده عشان فرح. ده ايه الغلاسه دي يا فيري؟ سو كيوت يا اخي عليك، سو كيوت. يعني هي مش مهم قوي التفاصيل ديت، المهم ان احنا دلوقتي كلنا مع بعض على نفس الترابيزه بنتعشى سوا، واخيرا اخيرا اتعرفتوا على احلى حاجه في حياتي، فرح. صحيح يا فرح، هو انت حملتي من غير ما تتجوزي؟ هو انا كنت كلمت البنات عن فرح، هي وطبعا انت اختهم الكبيره، وعشان تعلموا منك ان انت ازاي طول الفتره دي قدرت ان انت تحافظي على نفسك. وحملت برضو في الاخر. ده ايه الرخامه دي يا فيري؟ يخرب عقلك، حته من مامتها يعني، ما شاء الله. كيوت، سو كيوت، سو كيوت. انا مبسوط قوي يا جماعه بالجود فايبس العائليه اللي احنا فيها النهارده.